أثناء استلام رواتبنا التقاعدية فوجئنا باستقطاعات رواتبنا التقاعدية استقطاعات كبيرة جدا، وهذه تضر طبعا بمصلحة المتقاعد ومصلحة الشعب بصورة عامة، لأن المتقاعد هو جزء من الشعب ويمثل شريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي. المتقاعد هو إنسان كبير السن أحيل على التقاعد بسبب السن القانونية ولا يستطيع أن يعمل، وكثير من المتقاعدين أو غالبية المتقاعدين لديهم أمراض مزمنة ويحتاجون إلى أدوية ويحتاجون إلى علاجات. وأقولها للتاريخ أنه أحد جيراني راتب التقاعد 500,000 دينار، وكل مرتين بالأسبوع يذهب لغسل الكلى. بعد مرور شهر على تولي الكاظمي رئاسة الوزراء، حقيقة واجهنا اليوم وأول مفاجأة له وهو استقطاع رواتب المتقاعدين. يعني اليوم احنا من تواجهنا من رحلة نستلم رواتب وإذا هناك استقطاعات من رواتبنا اللي هي أصلا هي مو فضل من الدولة على المتقاعد، وإنما المتقاعد هو هاي فلوسه، لأن هو من ضمن صندوق المتقاعدين اللي عملية ادخار من أثناء ما كان بالوظيفة كان يستقطع من عنده لأغراض التقاعد، وهسه ترجع له. أنت تيجي تستقطع ليش؟ هي مو مال الدولة حتى أنت تستقطعها. ثانيا أنت ليش تجعل أضعف شريحة بالمواطنين وهو المتقاعدين اللي هو راتبه ما يكفيه لأسبوع، يعني مو أكثر، يعني ما يحير وين يصرفين على الدواء على الطب على الإيجار. حقيقة اليوم تفاجأنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال القنوات الإعلامية بوجود استقطاع في رواتب المتقاعدين ومستقبلا أيضا رواتب الموظفين. كان على الأجدر بالحكومة العراقية أن تتوجه إلى اتجاهات أخرى لتعظيم إيراداتها من خلال منافذ أخرى، اللي هي مثلا استثمار المنافذ الحدودية، استرداد الأموال الفاسدين والأموال المنهوبة داخل العراق وخارج العراق. هاي إجراءات تعمق الشرخ بين الحكومة والمواطن، فالأجدر بالحكومة العراقية أن تتجه إلى مصادر أخرى لتعظيم الموازنة، وهذه المصادر موجودة وليس الاعتماد فقط أيضا على النفط. البلد فيها الخير الكثير، وعلى الحكومة أن تكون جادة في أن تعظم مصادر وإيراداتها من خلال منافذ أخرى غير التي تتعامل معها في هذه الفترة.